أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مثير للجدل. نافسوا الخطاب الديني التقليدي ونجحوا، تكلموا بلغة شباب العصر وغاصوا في اهتماماته، توسلوا القنوات الفضائية والإنترنت، خطفوا الأضواء وباتوا نجوما. إنهم الدعاة الجدد، تحسب لهم ملكة الاستقطاب الشعبي بخطاب جاذب ومتجدد، ويؤخذ عليهم الرغبة في التكسب والشهرة والمبالغة في التيسير والفتاوى ونقص الخبرة والتأهيل العلمي. فهل يمثل الدعاة الجدد صحوة إسلامية حديثة؟ وما سر نجاحهم وتعاظم شعبيتهم؟ وما الذي ساهم في انتشارهم؟ ولماذا يهاجمون أحيانا؟ الدعاة الجدد إشكالية نثيرها الليلة في مثير للجدل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورحب هنا في الاستوديو بالشيخ جمال قطب، الرئيس الأسبق للفتوى والدعوة في الأزهر الشريف. أهلا بك. أهلا بكم. أيضا أرحب بالدكتور عبد الحميد الأنصاري، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون في جامعة قطر. أهلا بك. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالدكتور أمجد قورشة، الإعلامي والأكاديمي في مجال المقارنة الأديان من الأردن. أهلا بك. حياكم. أهلا وسهلا. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من جدة الشيخ عبد الله الجفن، أستاذ الثقافة الإسلامية والباحث والمفكر الإسلامي. أهلا بكم جميعا ضيوفي في هذه الحلقة. أبدأ معك أولا دكتور عبد الحميد الأنصاري، برأيك ما سر هذه الجاذبية التي يتمتع بها الدعاة الجدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا طبعا سؤال يعني يثير جوانب عديدة. أنا أعتقد أول شيء تجديد الخطاب الديني مطلوب ومطلب شرعي دائم، وعندنا الأحاديث وعندنا النصوص التي يعني تحث على التجديد. نعم. الخطاب التقليدي بشتى أشكاله خطاب يعني لم يستطع في بعض جوانب مواكبة تحولات المجتمع. يعني نحن نعلم أن هناك دائما في دعوات ملحة بضرورة تجديد الخطاب. المؤسسات الرسمية الشرعية في الدول العربية معظمها ما استطعت أن تطور نفسها ولا تطور أساليبها في الدعوة. أيضا يعني هناك نوع من الملل حصل عند قطاعات شبابية. طيب. بالذات يعني أنت رأيت بأنه هذا التجديد في الدعوة هو ضرورة، أصبح ضرورة يطلبها العصر، ضرورة لأسباب أيضا أخرى، أن مثل ما قلنا أن الخطاب التقليدي ما استطاع يواجه تحديات مجتمعية. طيب، مهمة هذه النقطة سيد قطب. يعني انطلاقا مما قاله الدكتور عبد الحميد الأنصاري، ما يعني زاد من اتساع نطاق هذه الظاهرة في العالم العربي، هناك من يقول بسبب ضعف الدعاة القدامى، هل توافق؟ الحقيقة أريد أن أضيف إلى ما تفضل به أخي الدكتور، ليس ضعف القدامى ولكن استهلاك وضعف المؤسسات التي يتبعها الدعاة القدامى. هذه المؤسسات طال عليها العمر، متمسكة بآلياتها القديمة، تدور في فلك أنظمة الحكم، لا تعيش الواقع. لا تجد مؤسسة دعوة في الشرق العربي والإسلامي تمتلك ميزانياتها بيدها. نعم. لا تجد مؤسسة دعوة تمتلك قناة فضائية، لا تجد مؤسسة دعوة لها سيطرة كاملة على محطة إذاعة أو جريدة أو مجلة محكمة. فكل هذه آليات وأدوات مفقودة لديهم، ففقدت التواصل مع الناس. نعم. فلما وجد هؤلاء المتطوعون رأى الناس تعويضا في من غاب عنهم، وهذا التعويض يسد ثغرة ضعف المؤسسات التي استحوذت عليها الحكومات. أنا أنطلق من كلامك وأذهب أيضا إلى الدكتور أمجد قورشة، أنت أحد الدعاة الجدد. أولا، ما الذي جذبك إلى الدعوة؟
حتى لا أقول إلى هذه المهنة. والله أختي الكريمة أنا مدرس جامعي قبل ذلك يعني أكاديمي، لكن مهنتي هي حياتي وهي هوايتي وهي رسالتي في الحياة، فلذلك هو تحول القضية. أنا لم أمتهن مهنة الدعوة، إنما حياتي كلها تقوم على إيصال رسالة أنا معتقد فيها، فبالتالي بخط متوازي كان لابد أن أكون داعية، وإلا فأنا مناقض لرسالتي التي أعيش لأجلها. لماذا كان لابد؟ لأنه by default الإسلام دين دعوي تبشيري، لابد من إيصاله، بمعنى جزء محور أساسي في الإسلام. من فهم الإسلام وأدرك حقيقته وإن لم ينقل الخير الذي اعتقده فيه إلى الناس فعنده خلل في ركن أساسي، فهو المسلم by default داعية. طيب أنت برأيك هل هناك فرق بين ما تقوله كداعية من الدعاة الجدد، يعني هذه التسمية التي يطلق عليها الآن طبعا يرفضها البعض والأبعض الآخر يقبل بها، يعني ما الفرق بينك وبين أحد الدعاة خليني أصفه بالقدامة أو التقليديين؟ أسأل الله أن يعيذني من التقصير في الوصف لأنه قد تحمل علي. أنا وجهة نظري الخاصة أختي الكريمة هي فقط أسلوب تقديم المعلومة، المضامين أصول المضامين ما في تغيير فيها. يعني من 1400 سنة بتحدث عن بر الوالدين وبتحدث عن بر الوالدين وحرمة الكذب والغش. هل تعني بأنهم فشلوا الدعاة التقليديون؟ لا. فشلوا في إيصال دعواهم إلى الجماهير بفرق المسلمة؟ بين فشلوا بين بعضهم ركن إلى ما اعتاد عليه ولم يواكب التطور. يعني على سبيل المثال بس أعطيك مثال. نعم. أنا الشباب إحنا بين لغتين بين قوسين بالأردن نحكي فايعين. فعين بمعنى يعني كيف عايشين الموضة وكذا إلى آخره. هؤلاء بيحبوا المزح بيحبوا الضحك وبيحكوا أكثر من اللغة بعض الأحيان، فبعض الأحيان إذا ما مازحتهم على سبيل المثال أنا بكون عم بحكي بأمر أمر عقدي وبكون مثلا بدي أضحك فرضا، هذا أسلوب جديد ربما لم يعتد عليه، هذا ما في تجديد في أصل مضمون المعلومة. طريقة الإيصال فلنفرض فيها نوع من المرح مراعاة للجو العام اللي صار كله فن عند الناس مثلا، لا يضرب الأصل لكن يعدل في أسلوب إيصال المعلومة. نعم. خليني أذهب إلى جدة مع الشيخ عبد الله الجفن، انطلاقا مما قال ضيوفي هنا في هذه الحلقة يا شيخ عبد الله الجفن، يعني هل برأيك الأمر في السعودية مشابه لما يحدث مثلا في الأردن وفي دولة كمصر حيث يكثر الدعاة الجدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أحييك وأحيي ضيوفك الأكارم الحقيقة على هذه المشاركة فيما يثير الحقيقة الحوار، يمكن أتحفظ عن كلمة الجدل. نعم. طبعا ما وصل إليه الحقيقة الضيوف الأعزاء الكرام فيما أدلوا به دلوهم كلهم يجتمعون في نقطة واحدة وكلها في مجالها صحيح، ولكن أحب أن أعبر على أن الداعية بما نسميها القدامى أو الجدد هم متفقون تماما، إلا أن الظروف قد يمكن حادت بالداعية القديم نظرا لانعزاله أو انعزال الحضارة أو لم تكن في جعبته كثير من الوسائل التي ربما أن يستطيع ممارستها لإيصال المعلومة.